للمخدرات. أمينة، هل أخي في البيت؟ سارة، بالتأكيد هو في البيت، إنها الثانية صباحا. أريده أن يحضر إلينا الآن. خير، هل أذاك عامر مرة ثانية؟ أريد أخي، أريده. لا تقلقي، سأوقظه حالا. خير يا سارة، هل عاد عامر إلى تعاطي المخدرات؟ وهل توقف ليعود؟ إنه لم يخرج من غرفته منذ أيام ولم يتحدث إلينا. اسمعه يصرخ فقط ويقذف علينا بأشياء تتكسر خلف الباب، ومنذ لحظات سمعته يتقيأ. اسمعي يا سارة، أنا مسؤول عنك وعن الأطفال، ومن واجبي أن أضمن سلامتك وأن أجد حلاً لهذه المشكلة. غريب في بيتي؟ إنه أخي رشدان. ليت رشدان هنا ليرى هذا. كنتما تتآمران علي للتخلص مني. سارة، اطلب الشرطة. سأبدأ بالأطفال، سأحرق قلبك عليهم. عامر، أنت تتخيل. سأقطع لسانك أنت. اهدأ يا عامر. سارة، اطلب الشرطة. وصار كالغريب المتسلل يخشى خطره في بيته. المخدر يبعد الإنسان عن واقعه ويضعه في عالم من الوهم، ويصبح بالتالي عالة على نفسه وعلى ذويه، فاقدا الإرادة، مريضا في جسده وعقله، هاربا هروبا منحرفا من محيطه وواقعه.